مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم في موضوع جديد، في دردشة جديدة كتهم مجتمعنا وكتهم الأسرة ديالنا والمرأة بطبيعة الحال. الديانة الإسلامية دائما تربينا على أنه مبدأ التعايش هو القائم في علاقاتنا الإنسانية، وهذا الشيء كيزيد يتأكد من خلال أعرفنا وتقاليدنا المغربية. في مجتمعنا المغربي، مجتمع إنساني بامتياز، تعايشنا وعشنا مع كل الديانات، ولكن كانت خصوصية خاصة ما بين المغاربة المسلمين وما بين المغاربة اليهود. طبيعة الحال ملي كنرجعوا لثقافتنا ماشي بعيد، ربما غير قريب، ملي تنجلسوا مع نساء اللي كبارات في السن كيحكيوا لنا على قصصهم وعلى رواياتهم وشنو جمعهم مع جيرانهم من اليهود، وحتى المناسبات وكيفاش كانوا كيتبادلوا الجلسات وكيفاش كيتبادلوا العرضات الى غير ذلك. وكانت مجموعه من الامور اللي كترمز للانسانيه حقا، وكترمز الروح الوطنيه اللي كتجمعنا جميع، وكترمز لواحد المبدا اللي هو مهم جدا، مبدا التسامح، التعايش، مبدا التراحم، مبدا التاخي. وهذه مساله اللي كتحت عليها جميع الديانات السماويه. اليوم معكم غادي نبحثوا في تراثنا لانه تقيسنا جميع، فكلنا كنستمتعوا بالاكلات اليهوديه، كلنا كنستمتعوا بالتراث اليهودي، وكلنا كنستمتعوا بطبيعه الحال ببعض التفاصيل اللي كنظنوا بانها جايه من تراثنا بصفه عامه، ولكن قد تكون لها جذور يهوديه. لهذا الغرض اليوم كنحتفلوا بالمراه اليهوديه بحضور ضيفات عزيزات مشكوره جزيل الشكر على تواصلهم معنا. حاضره معنا السيده فابيان وايكنين، وهي سيده اعمال بالمغرب، وانا سعيده باش نستضيفها معنا اليوم. مرحبا بك لالا فابيان. ميرسي، شكرا، تنرحب بك. وايضا الله يطول عمرك لالا اختك. وايضا حاضره معنا لالا زهور رحيحل، وهي محافظه المتحف اليهودي المغربي ومعده برنامج نسل الملاح على اذاعه ميد راديو. مرحبا بك لالا زهور. شكرا بزاف سكينه. الله يحفظك لالا. بدايه لالا زهور، قبل ما ننتقل عند مدام فابيان، انت كمحافظه للمتحف اليهودي المغربي اكيد انك قريبه بشكل كبير من التراث اليهودي ومن الثقافه اليهوديه ومن يوميات المراه اليهوديه، وتعايش مع ما بين المسلمات واليهوديات اللي كتجمعهم رابط واحد اللي هو رابط وطني ورابط انساني، اكيد انه عنده مجموعه من الامور اللي كتبرز في مجتمعنا اليومي. قربينا شي شويه من الصوره قبل ما نمشيو للتفاصيل مع لالا فابيان. شو نقربك من الصورة؟ المرأة المغربية اليهودية ولا المرأة اليهودية المغربية؟ هي مرأة مغربية أولا وقبل كل شيء، يعني ما كاينش اختلاف. أنا بحكم التجربة ديالي والدراسات ديالي، لأن بديت الدراسة حول الموضوع اليهودي منذ سنة 1991، يعني بحكم الواقع المغرب أنا ما كنشوفش واش كاين شي اختلاف. يعني المرأة المغربية بصفة عامة كتشابه في مكان، ما نقدرش نقول اختلاف بين المرأة اليهودية المغربية والمسلمة المغربية، كيبقاو ديما غوكان بجوجهم مغربيات. نعم، شنو اللي يمكن يميز هذه العلاقة ما بين المرأة اليهودية والمسلمة في المغرب، خاصة وأنه كاينة روابط كثيرة كتجمعنا مع بعضياتنا؟ ما كاينش فرق، لان يعني تا مغربيه هي اللي كتجمعنا، سواء فيما يتعلق بالاهتمام بالبيت داخل البيت، وما يتعلق بالهندام باللباس. ان ما كاينش المغربيه اللي ما عندهاش على التكشيطه ولا القفطان، ضروري اي مغربيه عندها القفطان ديالها، ضروري ان عندنا واحد شي حويجات زعما خصنا نضبطوهم في المطبخ المغربي. الأوليات ديال المطبخ المغربي كتلقى ديما المغربية اليهودية المغربية كتسوكي تخدم في سا ميزون، كتقبل دارها مزيان، كتطبخ مزيان، الأمور ديالها، كتربي وليداتها. نفس الشيء بالنسبة للمغربية المسلمة، يعني أننا ما أنا بالنسبة لي ما كاينش فرق، ولا هو فرق واحد بين اليهودية والمسلمة في المغرب. كيبقى الطابع المغربي، الثقافة المغربية كتجمعنا بشكل كتير وكبير.
اكيد اكيد. ومنها غادي نتجه عند لالا فابيان مره اخرى اللي كنرحبوا بك بطبيعه الحال. شنو يمكن لك تكلمي لنا على تجربتك؟ ربما احنا كنعرفوا بانه كثير من اليهود المغاربه خوتنا اللي كيتواجدوا يعني او اللي اضطروا انهم يهاجروا مثلا لاسرائيل، ولكن بقات شدهم جذور هنا في المغرب. يعني كاينه مناسبات اللي كيجي وكاينه زيارات اعياد معينه اللي كيبغيو يدوزوها في المغرب، كاينه دائما روابط وجذور مجذره هنا في المغرب. شنو يمكن لك تقولي لنا على 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 مسار حياتك انت كامراه يهوديه؟ وانا تنرجع الكلام ديال لاله زهور، المراه المغربيه يهوديه ولا مسلمه ولا عندنا بو موا سي لا ميم شوز، يا اوكان بوان، ما كاين حتى شي فرق ما بين المسلمه. الفرق اللي كاين هو في لا براتيك، في لا ريليجيون، في الدين، في الديانه. كبرنا جميع، تنعقل الوالده في جي دي سوفنير، الوالده معاودة لينا تربوا جميع، كلو جميع، كانوا نيت الدراري الصغار كانوا تي جي دو مال اتروفي مي مو، ماشي مشكل، تيرضعوا من نفس اليهوديه تترضع الدراري المسلم جيرانها وفيز فيرسا. وبشحال ديال اليهود كانوا مرضعين عند مسلمه. فريمون ما نقدرش نقول لك كاين شي فرق، سي اكزاكتومون باغي. لا فام اللي امبيسيوز باغيه توصل، باغيه سورتو لا فام مودرن اوجوردي. انا بعدا ما تنحس حتى شي فرق بيناتنا، جيراننا صحابنا، تنتليمو في لوقات، حتى في العراضات ملي تيرحبوا بينا تيحاولوا يديروا الماكله كاشير، شي حاجه اللي نقدروا حنا ناكلو، فهمتيني؟ ما كاينش، تنحترموهم بحال تيحترمونا. انا ما تنشوف حتى شي فرق. فوالا الفرق سي ملي حنا تنصومو، ملي تنعيدو تيباركوا لينا العيد، تيباركوا لينا الاعياد. وحنا وكذلك كبرنا بحال اللي قلت هذيك المره، كبرنا بالصواني، حنا تنصيفطوا الصواني تندوقوهم كاع بداك الشيء اللي تنديروا في العيد، وتيصيفطوا لينا صواني عامرين بالحلوى بالسلو بالشباكيه ايتترا. دونك جو بونس سي كوم نيمبورت كيل فوازان، فهمتيني؟ اي جار وجاره ولا اي مراه ومراه. دابا جو ريفيان فيغ لي هادوك اللي هاجروا المغرب في الخمسينات، بحال عائله با مشاو في ليام فريمون لي زاني 50 ياك، و لي 55 لي زاني 50 مشاو المغرب ومشاو من هنا، مشاو لإسرائيل، مي بقى في المغرب، مخوتو كاملين بقى الوحيد هنا في المغرب. وخم هادوك اللي مشاو جاو تيجي وتيزورونا، تيرباو ولادهم ولاد ولادهم، وخا ولادهم كاينين شي وحدين فيهم اللي خلقوا تماك، مي تيبقاو مغاربه. دونك سي تري بروفون، اوني ماروكان دون لام، فهمتيني؟ مشاو الدراري رباوهم، كاين اللي عمرو ما جا المغرب، ما خلقش هنا، مي تيهضر بالعربيه، تيهضر تي الى توت هيريتي. المغربي مشى ملي مشى دا معاه كلشي، فهمتيني؟ سي بحال المغربي عايش في اسرائيل ولا عايش في امريكا ولا عايش في فنزويلا، تنديو معنا تقاليدهم ديالو، الهويه المغربيه ديالو فين ما مشى. اكزاكتومون، فين ما مشى تا مغربي ديالو تعيشها. دونك اي جو بونس هذاك الشيء كامام وراثي، وراثي دون لو سونس او دايور سي سكون انكولك ا نوز انفون. انا ملي فوالا ملي بغيت نمشي انا من المغرب، قالت لي الوالده ديري اللي بغيتي، قراي خدمي ديري اللي بغيتي، ما تخرجيش من المغرب. دونك بقينا كوميم تري تري اتاشي، تري اتاشي او ماروك. سي باغي بور نو زونفون،
On a, c'est dans notre culture, dans notre héritage. بطبيعة الحال مدام فابيان تكلمتي لنا على مجموعة من 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 التفاصيل اللي زوينة بزاف نعرفوها واللي كتأرخ الواحد التعايش اللي ما يمكنش يمحيه أيا كان، واللي هي مبدأ من المبادئ الإنسانية اللي كتجمعنا جميع بطبيعة الحال واللي كتوحد الوطنية ديال المغاربة جميع كيف ما كانت اختلافات الديانات ديالهم. وأنا غادي نرجع عندك إلا سمحتي لي مباشرة بعد من نتواصل مع لازهور. لازهور، كونك يعني درستي الثقافة اليهودية وعندك واحد العرف كبير اللي بغينا نقوله بهذه الثقافة هذه، أكيد أنه تميزات بمجموعة من الأمور. المرأة اليهودية بدورها عرف اليهودية المغربية عرفت واحد التطور على مر الأزمان بحال فحال المرأة المسلمة. شوف اللي خصنا نعرفه هي أن راه ما كاينش فرق بين النساء المغربيات، لان علاش؟ لان كتجمعنا ثقافه واحده هي الثقافه المغربيه. يعني كاينه ثقافه واحده وواحده هي الثقافه المغربيه. هذه هي قوه الثقافه المغربيه، انها كتجمع بين المغاربه كلهم يهود ومسلمين الى درجه ان الانتماء الديني كيدوب، ما كتبقاش تردوا البال. المهم هو اننا مثلا كنقدروا نقارنوا المراه المغربيه مع نساء اخريات مثلا في شمال افريقيا او في الشرق الاوسط. هنا كتبان الخصوصيات المراه المغربيه، وهذه الخصوصيات هما كاينين عند المراه اليهوديه وعند المراه المسلمه. بحال دابا قبل ملي كنهضروا على التقاليد، خصك تعرف ان مثلا بزاف د الحوايج كنديرهم بجوج في المجتمع المغربي. ما يتعلق بالاعياد، انا لاحظت مثلا اليهوديه المراه اليهوديه قبل ما يجي لا فيت دو بيساح، عيد بيساح، ان واحد الشهر هما كيخملوا، هما كيصبغوا في الدار، هما كيجيروا، هما كيعاودوا في الفراش. اي سا نو غابيل لا ميم شوز عندنا حنا المسلمات قبل رمضان شنو سنديروا؟ حتى حنا كنخملوا، كنصبغوا، كنعاودوا الطلامط لو سالون ماروكان، يمكن كنعاودوا لا فيسيل، ما خصناش نحطوا نفس لا فيسيل ديال فهمتي؟ وهذا الشيء كان غير عند المغاربه، غير عند لي فام ماروكان جوي في مزيما، ما كانش عند الناس الاخرين في الشرق الاوسط ولا في شمال افريقيا. عندنا اننا زعما عندنا واحد الاستعدادات كثيره وكبيره المراه المغربيه، باللي سواء اليهوديه او المسلمه، ملي كنكونوا نحضروا الاعياد الدينيه ديالنا كاين واحد الاهتمام كبير بالدار. ونفس الشيء عند اليهودي وعند المسلمه. حاجه اخرى في الهندام قلتي هذا، يعني هذا ان احنا حوايج طبيعيين ضروريين، هذو هما من مميزات المراه المغربيه. ما عرفتش انا واش يمكن لي نضيف لك شي حاجه اخرى، يعني حيت باسكو جو سوي دو دون انا بور ما يا با ديفيرونس انتر لا فام جويف ماروكان و لا فام مسلمان. حاجه اخرى كيقولوها على شال انترناسيونال عالميا معروف، تيقولوا اون مامون جويف، اون مامون بول، اون مامون جويف. يعني دائما تيهضروا على المراه اليهوديه ان المراه كتكون حاضنه بزاف وليداتها. تبعني سو كاينه يا هذه معروفة، كنقولوا اون مير جويف، سي كوا لا مير جويف، انا زعما كتحضن وليداتها وكتربيهم ومقابلهم بزاف. انا لا بروميير فوا لوسكو جي اونتوندو هاد العبارة هادي انا تفاجأت. وملي كنكون كنهضر مع صحاباتي اليهوديات المغربيات كنقول لهم راه سي با فغي، راه ما عندكمش غير نتوما، لا ماروكان اون جينيرال الا مامون اون جينيرال هي اون مامون اللي كتحضن وليداتها. اي سا وهاد القضية عندنا سورتو عندنا المغربيات اللي فام ماروكانين مامون ماروكان. يعني كيف ما قلت لك قبيله الثقافه المغربيه قويه لواحد الدرجه ان الانتماء الديني كيدوب، ان ما كاينش فرق بين المغربيه المسلمه والمغربيه اليهوديه، حتى في اعداد الاطباق، في اعداد بزاف د الحوايج حنا كنتشابهوا، هادشي اللي كاين. نعم، هو ربما يمكن نتكلم على ما كيميز، لانه كتكون شي حاجه او شي لمسه اللي مثلا يصح المراه اليهوديه ديرها لا تصح المراه المسلمه ديرها ربما، ولكن كنتفاعلوا فيما يخص يعني ربما طريقه معينه باش يمكن تحط الشخب ديالها، باش يمكن تلبس قفطانها، باش يمكن تلبس الحيك ديالها، على اختلاف المناطق واختلاف بطبيعه الحال. اي عندهم مثلا حنايا في اللباس التقليدي حنا كنشوفوا، يمكن كيقول لك اوي المراه اليهوديه ما كتلبس الجلابه. انا اول مره كنشوف المراه، انا علاش كاين واحد التطور ديال الحياه تعصرنا تطورات، لان قبل كنا كنشوفوا يعني واخا الجلابه غالبا دابا باسكو سي اوني دون اون سوسيتي مودرن ما بقاش الفرق في اللباس، حتى المراه اليهوديه كتلبس جلابه ولكن ماشي بواحد درجة كبيرة ولا كثيرة كيف ما المرأة المسلمة. المسلمات كيلبسوا
جلابه اكثر من اليهوديات. اليهوديات بالخصوص مثلا كيلبسوا الجلابه في داخل الدار ملي كيبغيو يستقبلوا شي حد. وسوقت انا لاحظت ان كانت المراه اليهوديه كتلبس الجلابه نهار ديال الميمونه او لا فابيان وفي الهيلولات في الهيلوله ياك في الهيلوله باسكو جوستمون جو ريفيان يا لا مودرنيتي لي جون سون دوفوني ان بو بلو مودرن لي طون اي شانج لي جون سون دوفوني ان بو بلو مودرن مي او نيفو كوتوم ايتترا on reçoit avec à la maison je l'avais عندنا neuf حل القميص فهمتيني حنا il faut pas oublier que العرس تاع اليهوديه المغربيه nous sommes les seuls في العالم اللي تنديروا اللي تلحنا ما تنسيش باش اليهود ديال الشرق ولا اليهود ديال نواحي اخرى تعرفوا شنو هي الحنة حنا تنديروا اللي تلحنا سي اكزاكتومون سي ان مارياج ماروكان بحال مسلمة بحال مسلمة بحال اليهودية بالطبيخ ديالها باللبسة ديالها التقشيطة ولا قميص ولا قندورة ولا هذا ارفع تقشيطة العروسة حتى هي وكذلك تتلبس تقشيطة لبسة مغربية تتلبس الكسوة التقليدية ديال العروسة مغربية تنحني ونهار الحنة دونك سي ان مارياج ديزون ماروكان الى الى سمحتي لي لا سمحتي لا فابيان يعني في هذه النقطه بالضبط شنو اللي يقدر مثلا ربما كاينه بعض العادات اليهوديه كما تعرفوا عندكم يعني السبت يوم مقدس ما فيهش ما فيهش ما فيهش نقاش حنا في ثقافتنا مثلا اعتدنا على انه وليت الحنه كتكون نهار الجمعه العرس كيكون نهار السبت وقتاش المراه اليهوديه يمكن لها تحتفل بالزواج ديالها بليت الحنه ديالها وبيوم العرس ديالها تقدر تختار نهار اللي بغيت الا 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 نهار الجمعه في الليل الا جبت في الليل كاين شي وحدين حتى السبت بالليل سي بوسيبل مي او بوين دو فيو اورغانيزاسيون سي تري ديفيسيل باسكو تنكونو شبات فهمتيني فوالا سي بور سا مي اوترمون سي لو سول جور ان فيت سي فوندردي نهار الجمعه في الليل ما كيدارش باسكو تيكون لو شبات نعم الجمعه بالليل والنهار ديال السبت يعني السبت بالليل نهار السبت حنا بعدا ايدي فوالا نهار الجمعه بالليل بيان سور نهار السبت بالليل اوف نهار السبت بالنهار مي كاينش بعدين تيديروا كاع نهار السبت بالليل سي تري ديفيسيل مي تي دار دونك ان فيت سي كو لو فوندردي سوار اي لو سامدي توت لا جورني ا كوز دو شبات ولا سي ديفيرونس حنا عندنا ليله الحنه كوم بحال اللي قلت لك توتالور تيدار بالجوق المغربي الموسيقى المغربيه كوا اللباس والتقاليد المغربيه كلها تم الماكله سي بالبسطيله سي بال في بكلشي بكلشي ديالها سي الماكله مغربيه اللباس مغربي كلشي تيكون مغربي وفي لافان ديال السواري تنحنيو العروسه وتنحنيو الناس اللي تتكون حاضره لا سول ديفيرونس ما تنقشوش تنديرو الفال ديال الحنه في اليد مي ما تنقشوش العروسه سيتو عندنا حنا النقيش نورمالمون عندنا النقيش حرام الوغ كديرو غير الفال ديال الحنه ماشي النقيش لا ماشي النقيش تنديرو القاع ديال يدينا بالحنه والوالده الله يرحمها كانت تتعاود ليا حتى نهار العيد ديال نهار كبور في تندبحوا الدجاج فاش كنقوموا داك الصيام الكبير ملي كانوا تيوجدوا الدجاج لا في كانوا تيحنيوا البنيتات الصغار وكانوا بيان سور مي تنقشوا لهاش تيديروا ليها كره في يديها تيسدوا ليها يديها بشي طرف باش تيجيو اليدين والصبعان مزوقين بهذيك السده ديال اليد فهمتيني دونك سا سي دي سوفنير انا ما عشتهمش مي ماما الله يرحمها كانت تعاود ليا هاد الشيء الامور هذه اللي كانت انا غادي نرجع عندك ربما عندك شي تعليق زهور إيه لا دابا هادشي اللي كتقول فابيان راه هو كاين تشابه وتقارب كبير يعني دابا هي كتقول في بيساح قلتي بيساح ولا كيبوغ فابيان كيبوغ يعني ملي كيضحيو هما بالدجاج
ونفس الشيء عندنا حنايا ملي كنديروا الكبش في العيد الكبير، هذه واحد العاده كانت وما زال دابا، ان الليله ديال العيد الكبير في العاده المغربيه ان كيحنوا لبنيتات الصغار، كنديروا الحنه اولا، وكاين تقارب كبير. وحاجه اخرى ديال الحنه ان مثلا حتى ايام زمان دابا ولا نناقشوا الحياه تطورات وني دوفين مودرن، ولا النقش الفاسي ولا المراكشي ديال الحنه بارتو دون تو لي مارياج ماروكان، ولكن خصنا نعرفوا ان قبل راه النقش كان غير في مراكش وكان في بعض المدن، ولكن باقي المناطق ولا لو موند رورال او ماروك ملي كانت العروسه كتحني راه ماشي بالضروره كتنقش، كدير غير هذيك اون بول، ديك الكويره اللي قالت فابيان اللي مازال هما قابطين في العاده اليهود المغاربه اليوم، واخا كعندنا النقش وتطور داكشي ما كينقشوش هما العروسه كما قالت فابيان، كيديروا غير واحد الكويره هكا في اليد. وحاجه اخرى في ليله الحنه هي سي فغي سي ان بون كوما بين المسلمين وبين اليهود في المغرب، هما تشدوا الحنه فحالنا ولكن هما مازال قابطين في واحد الحاجه ما بقاتش عندنا حنا في ليله الحنه. فابيان غتقول لي اسكو سي فغي ولا نو، انهما في ليله الحنه مازال عندهم الغرامه، كيديروا الغرامه، حنا ما بقاتش عندنا الغرامه، ما كنديروا غير الحنه. نو حتى حنا ما بقاتش، انا ما درتهاش في العرس ديال بنتي، ما درتيهاش من موجه ايه وما درتهاش في العرس ديال ولدي، واخا ما درتوش في المغرب، ما درت ليلاد الحنه كما ينبغي بحال اللي درتها في المغرب، ولكن راه مزيونه ديك الغرامه او كونترير صديق، حنا ضيعناها واحد العاده اللي ضاعت من عندنا، ولكن عند الاسر اليهوديه مازال بعض منهم كيديروا الغرامه. اللي بغيت نشير له ان كاين بزاف الحوايج سي فغي حنايا ضيعناهم كعادات في الاسر المسلمه ما كنردوش لهم البال، ولكن الاسر اليهوديه المغربيه انا كنتحدد ثقافيا حافظوا على بزاف العادات اللي بسيطه وصغيره كتبان لنا ولكن حافظوا عليها، ونفس الشيء ما ضيعوا شي حويجات وحنا مازال عندنا، يعني اننا كنكملوا بعضنا في اطار الثقافه المغربيه. اكيد اكيد دابا في كيبور كاين شي عائلات وحنا نيت دابا ونا بيردو، ما بقيناش تنديروا هذيك الحنه اللي كانت تعاود ليا عليها الوالده، نهار الحنه تنديروها في الوقت الكبار. فوالا كاين ناس عاوتاني تيديروا لهم تيحنيهم اللي تيكونوا في السادات، كاين نهار الخطبه، انا درت الحنه نهار الخطبه لبنتي فهمتيني. دونك يا دي كوت ما بين العائلات. بالنسبه لكم الحنه هي فال زوين، كيخصها تكون في جميع المناسبات زوينه. ايوا ايه تماما، اللي تنكونوا ملايمين ايتيغا تنديروها، وفحال اللي قلت لك ماشي انا بوحدي، كاع حنا المغربيات كاملين وفالي تبقينا خلينا دوك العادات، مام في البلادات الاخرين غادي تشوفي تنديروا نهار الحنه، واخا كاين اللي ما تيديرش دو سواغي غادي تلقايه داير نهار العرس ليله العرس، وفي الاخر ديال لا سواغي غادي تلبس الكسوه الكبيره وغادي يحنيو العروسه. دونك سي دي شوز جيري بريسك كي نو سو بيردو با، الان باقي هذاك الشيء تيدار وما تيدارش في المغرب، اون ترونسبورت سا في نيمبورت كيل بيي دو موند، كو سا سوا اوزي كو سا سوا او فان فون دو لا ما اون افريك دو سود ايتترا، فين ما كاين شي مغربي غادي يبقى غادي يتبع العادات ديالو. سا 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 هيريتاج، سا في بارتي دو نو، سا في بارتي دو نوتر ام، اون امريكان جو كرو جوسكا لام، et c'est un héritage qu'on fait passer à nos enfants. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas... Tu as dit que je voulais... Enfin, j'ai eu le Walidia, j'ai eu le Walidia, le Walidia, etc. J'ai eu le Walidia, etc. J'ai eu le Walidia, etc. Aujourd'hui, on l'a dit, j'ai eu le Walidia, etc. Tu diras exactement... les mêmes traditions, les mêmes coutumes, et ils vivent comme on a vécu. Et je pense que ça, c'est très, très important pour... انا واخا ما نبغيش نديرها غادي نديرها باش ولادي يديروها من بعدي. وربما يعني فابيان هذه المساله كيخصها تكون كمبدا عندنا جميع، اننا نعطيو لوليداتنا العادات والتقاليد اللي تعلمناها من ابائنا ومن اجدادنا باش نحافظوا عليها، لان هويه بغض النظر على الديانه اللي كنتدينوا بها، اكيد انه كاينه مجموعه من الامور اللي كتجمع بيناتنا كهويه اللي ما يمكنش اننا نفرطوا فيها. انا لا سمحتي لي مدام فابيان، مي كنتكلموا على المراه اليهوديه، شنو هما الامور الاساسيه اللي خاصها تدوزها كامراه
لبنتها او لا القراب ليها او لوليداتها كاساسيات بالنسبه لك، شي حوايج اللي ما فيهمش النقاش هادو خاصهم يدوزوا. والماكله جو سي با سافاري ما بين كل عائله، وفهمتيني انا غادي نقول لك حاجه وسي حاجه اخرى الحيت ديالو شنو خاصو يدوز لوليداتو. وي مي نو سي تري امبورطون مي ça varie entre les familles, ça varie, tout dépend de l'éducation femtini كل كل اسره واش عندها كوم بارتيكولاريتي. انا غادي نقول لك اللي تهمني هو ولادي ياكلوا ياكلوا كاشير، ياكلوا الماكله حلال فهمتيني، و جو بونس كو سي تري امبورطون دونك كو سا سوا يا سا. كاينين لي كوتوم ديال الاعياد et bien sûr le Shabbat. Donc il y a des particularités, il y a des particularités, l'éducation et ce qu'est là et l'étude essentielle, c'est très très important que ça soit aussi bien pour le bint ou l'oulid. Donc ana tanaql dirt binti dans une école religieuse mais dirt ouldi dans une école encore plus religieuse bach, c'est un garçon. Et c'est vrai, c'est un garçon et je voulais que, qu'il apprenne l'essentiel, le plus important, qu'il ait des bases solides. Après, il me dit il peut mais l'éducation est très importante. Donc, il y a un maximum de choses, mais à lui de faire son choix après. Et c'est pareil, je reviens, je me répète, c'est كل عائله واش فهمتيني. اذا بحكم التجربه ديالك الزهور وعلاقتك بطبيعه الحال مع صديقاتك من اليهوديات وحكم انك دارسه التراث اليهودي بطبيعه الحال، اشنو هي الحاشية اللي كتجمعنا مع بعضياتنا ربما اللي كيف ما قلتي كتذوب هاد 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 النظره الدينيه ديال انت يهوديه وانا مسلمه مثلا؟ اشنو انت بالنسبه لك كمسلمه شنو هي الصوره كيفاش كتشوفي، يعني شنو اللي كيجمع ما بيناتنا؟ قوة الثقافة المغربية، الثقافة المغربية واحد الثقافة متميزة. هي أنا كتجيني الثقافة المغربية اللي تلمو قوية حتى كتوحد بيناتنا، وهذه القوة الثقافة المغربية راه ما كايناش عند الشعوب كلها ولا عند الأمم كلها ولا عند الدول كلها، راه ماشي الناس كلهم عندهم ثقافة قوية زعما وصامدة وثابتة وعندها الدعائم ديالها ورجليها زعما مغروسين في الأرض. عندنا واحد الثقافة زعما غريبة وقوية بواحد الشكل لا ما يجيش على البال. ومقبلة ملي كتهضر معاك فابينو كتقول لك هاد اليهود ملي مشاو داو الثقافة ديالهم، راه لا ميم شوز بوغ المغاربة المسلمين. المسلمين المغاربة كاين بزاف في أوروبا، فرنسا في اسبانيا في بلجيكا كتشوفهم، ما يمكنش تدخل للدار ديال شي مغربي في أوروبا ما كاينش لو سالون ماروكان. وهاد المغاربة المسلمين في أوروبا إلا بغيو يجوجو ولادهم ضروري يجيبوا لو تريتور ماروكان من المغرب، ولا حتى كيجيو في الصيف المغرب عاد كيديروا العرس وضروري يلبسوا القفطان. أولا مع يا كتسمعني اسو كاينه عندنا، لأن هي ماشي ثقافة ما جاتش، ماشي هي منتوج ديال البارح، ما عاد جات البارح ولا اليوم. الثقافة المغربية راه عندها قرون وقرون آلاف سنين وفيها بزاف الروافد داخلين فيها، صدق دي كوش دي ستخات كيفاش نقولوا عاونيني. هي روافد بطبيعه الحال امور اللي تركب ديكوش، يعني عندنا كل عندنا ما هو افريقي مع ما هو حسني صحراوي مع ما هو امازيغي مع ما هو عبري يهودي مع ما هو عربي اسلامي مع ما هو متوسطي مع ما هو اندلسي. شفتي تبارك الله شحال ديال الروافد. اذا ثقافه عريقه خالده جدا وغنيه جدا، وهاد الروافد كلهم داخلين بيناتهم. بالنسبة لي أنا يا ما يمكنناش نفصلوا رافد كل رافد بوحدو نقولوا هذا سي جويف 100% إسا سي أمازيغ 100%. بوغمو أنا الروافد كلها فيها كاين واحد إن غروند فيزيون، أن كاين واحد التمازج واحد التداخل واحد الإنصهار كبير داخل الثقافة المغربية. هذا هو اللي كيعطيها الثقافة المغربية لليوم حنا كنفتخروا بها، ولليوم أنها كتكسر جميع الحواجز اللي نقدروا نقولوا حنا مختلفين. أنا تلمو هالثقافة قوية أنها كتجمع بيناتنا وكتوحد بيناتنا، وهذا هو جمالية وروعة الثقافة المغربية.
اكيد، وهذا كلام زوين الصراحه اللي يمكن اننا نوصلوا به الختام. ولكن قبل ما نختموا لقاءنا ونعطيكم رسائل مباشره، انا غادي نرجع عند مدام فابيان. ما يمكنش انني ندوز الحلقه ونتكلم على المراه اليهوديه وما نتكلمش على المطبخ اليهودي، وما نتكلمش على السخينه، وما نتكلمش على الرقاق، وما نتكلمش على التفاصيل هادو اللي كيميزوا بطبيعه الحال المطبخ اليهودي. اليهوديه فاش كتعرض على المسلمه ضروري ما كتكون شي امور اللي حاضره في المائده ديالها وحاضره في ثقافتها. قربينا اكثر من هذا. ايوا اش غادي نقول لك، ما الماكله الاكله المغربيه وحيده، مي كاين بعض شي حوايج بحال قلتي السخينه ولا تيا هذاك الشيء ديال المعسل اللي تنديروا في الاعياد. هي وراه هي راه سبيسياليست فابيان، راه سي غران سبيسياليست في لي فروي اي لي ليغوم كومون. هادوك سي طو بحال اللي تقولي سي طورات مغربيه، دونك اجوردي الا لقيتي ما تقدريش تمشي بحال دابا تمشي عند شي عروسه وما تلقايش عندها داكشي المعسل. عندنا بحال داكشي ديال الحنه، عندنا فال زوين. المراه اللي تتبغي تولد تتوجد حوايجها وتتوجد اوسي كنا تنسميهم لي كونفيتور، هذاك الشيء المعسل اللي كانت تدي معها الكلينيك. المراه ما تدخلش الكلينيك الا ما داتش معها لو كوفان ديال لو بيبي، الحوايج ديال التربيه، وما داتش هذاك الشيء المعسل. دونك سا ريبريزونت كو ميم سا ان اتري تري بارتيكولي. فين بحال اللي قلتي زوين، بحال داك الشيء ديال الحنه اللي تنديروا للعروسه، تنفيلو بداك الشيء ديال الحلاوه، شي حاجه زوينه هي تنديروا فيها الكرعين، تنديروا فيها الحمص. لا سول ديفيرونس تنزيدوا بطاطا ونزيدوا البيض ونزيدوا الروز والزرع، تنديروهم سيباريمون ياك. مي لو برينسيپ تنزيدوا اللحم، مي جو بونس كو سي لو ميم برينسيپ بحال الهرقمه. مي سي ان بلا تري ريش، دايرين فيه بزاف د الحوايج باش تنقدروا ناكلوا نهار السبت ان بلا شو. اي جو ريفيان سي ان بلا تيبيكمون ماروكان، ما غاديش تلقاي عند اليهود ديال بولونيا ولا عند اليهود ديال فرنسا ولا ديال شي بلاد اخرى. مغربيه سخينه سي ان بلا مغربي 1 مليون بورسون. الله يعطيك الصحه. فوالا غادي فوالا راه عند المغاربه هما اللي تيديروا سخينه سي تو. دونك سي سا اون لايغيتي تنديرها بحال فوالا تنديرها بحال اللي كانت تديرها الله يرحمها الوالده. واجوردي بني انفان ولادي تيديروها اكزاكتومون باغي. دونك اوسي سا في بارتي ليريتاج. اكيد بصراحه انا ما سخيتش بكم، كان لقاء زوين بزاف. ولكن في الختام نبغي نسمع منكم رساله مباشره. غنرجع عندك زهور، رساله مباشره اليوم وحنا ربما كنتكلموا على المراه اليهوديه، شنو يمكن لك تقولي لنا؟ كيف ما قلت في الاول، يعني ان ما كان حتى شي فرق بين المراه اليهوديه المغربيه والمسلمه المغربيه، حنا فحال بحال. يعني ان هذا الحديث اللي قلنا دابا شويه، هاد الدردشه ديال ساعه، اش فابيان تشي لا جو فيان دي فوار هي فا ديفيرونس. يعني الثقافه المغربيه واحد الثقافه متميزه وعندها خصوصيه ديالها وقويه لدرجه انها كتجمع بين المغربيه اليهوديه والمغربيه المسلمه. وكيف ما شفتي حنا ذكرنا بزاف الاطباق اللي كنتشابوا فيهم، السخينه هي بحال الهرقمه، كلشي كيدير السكسو، كلشي كيدير الحريره، كلشي كيدير الطاجين. عندنا الحلاوه في المطبخ المغربي بصفه عامه، والمغرب واحد، والثقافه المغربيه هي واحده وكتجمع جميع الناس اليهود والمسلمين. اكيد فابيان، ختاما شنو الرساله اللي بغيتي تقولي لنا؟ اش بغيت نقول؟ اش بغيت نقول؟ نقول لك السخينه. مرحبا لختي بغيتو يكبر بيك يكبر بيك. نديرو هاد النهار بحال هاد الجلسه، بحال هاد الهضره ديال اليوم، نتلايمو طور دو السخينه. مي جو بونس كو اش بغيت ديما نبقاو هكا وباقي ليا مزوينه ان طونك سا ماجيستي. Que Dieu le glorifie, lui donne longue vie, santé,
فرحنا بهذا الشيء اللي وقع، فرحنا وفرح المغاربة اليهود في العالم كله. ما تنلقاش سورتو بالعربية ما تنلقاش لي مو pour dire ce que je pense, pour dire vraiment toutes les bonnes choses qu'on peut exprimer. Je trouve pas mes mots, mais c'est une chose magnifique. On va okjmi la hadi, je crois. Ana blakhass kont ma krach ykon walidiya aichin had lwaqt hada ويعيشوه ويشوفوه باش ان شاء الله. جو فيان دو لير كو لو 16 مارس غادي لو 16 مارس لو فول رويال اير ماروك va faire un casa tel aviv. دونك حبابنا غادي يجيو وعائلتنا سا va être plus facile pour nous aussi d'aller les voir sans faire des escales بلا ما نتعذبوا dans d'autres pays. دونك غادي نقدروا نشوفوهم واللي ما قدرش يجي pendant plus autant d'années غادي يقدر يجي وغادي نشوفو في لوقات زوينه في العراسات في لي هيلولات لي هيلولات جو ريفيان لا لازهور سي تري بيان دو كوا جو بارل سي بور بيليريني سادات لي تيليمونا سادات كاملين ديال المغرب. Il faut savoir aussi que le pays le Maroc est un pays béni, est un pays où il y a plus de 600 saints. C'est un endroit, je crois, choisi et béni par Dieu. Il y a aucun autre pays au monde n'a autant de saints vénérés qui sont là. L'itinéraire chiolom l'orflocat dans des moments bien précis. تنتلي موت نفرحو إحبابنا المغاربة المسلمين تعيشوا معنا قاعد اللحظات. Parce que cool, je pense que au niveau de l'hospitalité, chouf tiji ou l'dar homo sa fima, le maghribi tiji le maghribi dialo sa fima. Je peux pas dire, ma qadash ma osflik, kano chouf din machi mahroumin, parce kano bzaf kano tiji ou, mais had l'mara c'est autre chose, had l'mara c'est, hadou li gadi yiji ou ça va être. Ça va être un moment, je crois, unique. Et maintenant, tu sais, il y a à peu près 900 000, millions de Maghrébins à travers le monde. Aujourd'hui, ça s'est multiplié par 3 parce que j'ai eu l'aide ou l'aide home. L'imcha Zrir, l'imcha Amro Machaf le Maghrib, ça va être la découverte et ça va être autre chose, quoi. Je pense que on est les Marocains, on est l'exemple de plusieurs pays. شكرا لكم بزاف. انا كنت فرحانه بزاف بهذا النقاش الزوين برفقتكم لاليختكم، تشرفت بمعرفتك لالا فابيان طبيعه الحال فابيان وكنين ايبو صباغ فام دافير. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي تقاسمتيها معنا، وان شاء الله نتلاقاو فرصه قريبه باذن الله لاليختك. شكرا جزيلا لك ومرحبا بك بطبيعه الحال. ما تفوتنيش ايضا الفرصه انني نوجه التحيه الكبيره لالا زهور الرحيحل محافظه المتحف اليهودي المغربي ومعده برنامج ناس الملاح على ميد راديو، برنامج اللي بطبيعه الحال من خلاله كنقصر وأكثر من ثقافة ومن التراث اليهودي. مشكورة جزيل الشكر، وأكيد أنه ساعدتنا في إعداد حلقة اليوم. مشكورة بزاف بزاف زهور على حضورك معنا وعلى مساعدتك لينا على أختك. شكرا جزيلا لك. شكرا سكينة، بارك الله فيك. كان بغي نشكر أيضا هشام أبو زروال اللي رافقنا اليوم في إخراج الحلقة، ولكن ختاما كان بغي نقول باللي مغرب واحد كيجمعنا جميع على اختلاف ثقافتنا، على اختلاف عاداتنا، على اختلاف تقاليدنا، وعلى اختلاف دياناتنا أيضا. إنسانية واحدة اللي كتجمعنا، وهذا مبدأ اللي كتبناه جميع الديانات السماوية، مبدأ التعايش، السلم، السلام والمحبة. شكرا جزيلا لكم، نرجعوا نتلاقوا إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، في موضوع جديد، في دردشة جديدة. دمتم في رعاية الله، تصبحون على خير وإلى اللقاء.